وزي ما احنا متعودين دايما بنبدأ أولى فقراتنا بالفقرة الإخبارية وما حدث بالأمس. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها أن الحكومة نفت تعيين مواطنين من حملة الدكتوراه بهيئة التأمين الاجتماعي بالواسطة. كمان الحكومة استعرضت حصادها الأسبوع في إنفوجراف، وأخبار تانية هنستعرضها بالتفصيل من خلال التقرير التالي. مجموعة من الأخبار المهمة حصلت امبارح، كان أبرزها نفي الحكومة تعيين مواطنتين من حملة الدكتوراه بهيئة التأمين الاجتماعي بالواسطة. وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الكلام ده مش صحيح وما صدرتش قرارات أو تعليمات بخصوص الموضوع ده، وإن ترشيحهم للتعيين وفقاً للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحت رقم 3024 يوليو 2022. وجي تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهم من المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 7359 لسنة 67 والدعوى رقم 1467 لسنة 66 بوظيفة بالجهاز الإداري للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وإن ترشيحهم اتنفذ بأحكام قضائية واجبة التنفيذ وبدون مخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016. امبارح كمان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 6 ولحد 12 أغسطس. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح كمان أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير عن مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2022-2023 في مجال الخدمات الشبابية والرياضية، وده في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية قطاع الشباب والرياضة بتتبلور حول تعزيز مفهوم الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب والنشء المصري، وأيضاً تطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم. وزارة الداخلية متمثلة في إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية نظمت احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل ترى لأسر النزلاء والمفرج عنهم في إطار مبادرة كلنا واحد، وده تحت رعاية رئيس الجمهورية. منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية لا تقتصر على إصلاح وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسرعة دمجهم في المجتمع، بل تمتد إلى تقديم الدعم والمساندة للمفرج عنهم وكذا أسر النزلاء حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم بعيداً عن مسلك الجريمة. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى ليه طوق النجاة. الدعم المقدم لهم يتسم بالاستمرارية، وهو ما بدا واضحا هنا بمركز الإصلاح والتأهيل ترى، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لتوزيع مساعدات عينية وغذائية على أسر النزلاء والمفرج عنهم. مش مقصرين معانا في حاجة، واحنا بنشكر السيد عبد الفتاح السيسي وبنشكر كل اللي بيساهم معانا في أي حاجة يعني، وبيساعدنا إن احنا نبدأ حياة كويسة وحياة كريمة. ما بنسكناش في أي عيد حضرتك وأي مناسبة، والمدارس برضو حضرتك يعني مهتمين بينا وأولادنا وبناخد كل اللي احنا عايزينه. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على معاونته بينا، وبنشكر وزارة الداخلية. وقد أشاد المفرج عنهم وأسر النزلاء بهذا الدعم وتلك المساندة المقدمة لهم على مدار العام، والتي تؤكد مدى ما توليه وزارة الداخلية من أهمية كبيرة نحو دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم حتى يتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع، وبما يؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. أصل الحكاية فكرة انت فينا وهيبتدي المشوار. كل حفلة بيتصلوا بينا
يدونا كل حاجه لكرياتين كل شهر، دي دايما الداخليه بتتصل بينا وكاتبين لي دلوقتي بوتاجاز قالوا لي هنسلمه لك برده ومش ناسينا في حاجه. وفروا لي فرش بيتي بالكامل وانا بشكرهم جدا، وجميع الضباط بيقابلونا باحترام. توزيع تلك المساعدات جاء في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تحرص وزارة الداخلية على مساندة المفرج عنهم وأسر النزلاء بمساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة إضافة إلى تلك المساعدات العينية بما يدر دخلا ثابتا عليهم. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، كان أبرزها انطلاق المزارع في محافظة جنوب سيناء لجمع محصول الزيتون اللي بيعتبر المحصول الأول على مستوى المحافظة، ودراسة إنشاء قسم لتدريس كهرباء طاقة الرياح في راس غارب، وأخبار تانية مع محافظات الإسكندرية وبني سويف والجيزة وكمان الغربية وعدة محافظات مختلفة. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، كان أبرزها انطلاق المزارعين في محافظة جنوب سيناء لجمع محصول الزيتون اللي بيعتبر المحصول الأول على مستوى المحافظة، وبلغت المساحة المنزرعة 24,395 فدان معظمها في رأس سدر. علشان كده الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء قال إن المحافظة متميزة بإنتاج أجود أنواع الزيتون والزيت عالي الجودة، وده بسبب الظروف المناخية وطبيعة الأرض الخصبة الموجودة في المدن. اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة راس غارب عمل اجتماع مع المسؤولين في هيئة الطاقة المتجددة ومسؤولين شركة طاقة الرياح لمناقشة ودراسة فتح قسم لتدريس تخصص كهرباء طاقة الرياح. الهدف من إنشاء القسم تخريج فنيين متخصصين لسوق العمل، خصوصاً إن المدينة متميزة بوجود عدد من شركات طاقة الرياح. محافظ الإسكندرية وضح إن إجمالي المساحات الخضراء في المحافظة مساحتها 248.5 فدان موزعة على 10 أحياء، بالإضافة للمسطحات الخضراء اللي بتشرف عليها الإدارة العامة للحدائق المركزية في المحافظة واللي مساحتها 21 فدان، خصوصاً إن عدد الأشجار في أحياء الإسكندرية وصلت ل 82,000 شجرة زينة بالإضافة ل 12,000 نخلة. في محافظة الغربية استقبلت مستشفياتها خلال شهر يوليو اللي فات حوالي 158,000 مريض في قسم الاستقبال و1517 مريض دخلوا العناية المركزة في نفس الشهر وتقدمت ليهم الخدمة والمتابعة، ده غير إنه تم استقبال 409 مولود احتاجوا الحضانات. وبدأت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو مناع غرب بمركز دشنة في محافظة قنا دخول مياه الشرب ل 200 أسرة في المناطق المحرومة والأسر الأولى بالرعاية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مدحت صلاح رئيس مدينة ببا في محافظة بني سويف قال إن قرى المركز بتشهد تنفيذ 42 مشروع في قطاع الصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قال إن المحافظة بتشهد تنفيذ 7 محاور مرورية عملاقة هتساهم في تحقيق نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق، بالإضافة لتنفيذ مخطط تطوير الأسواق والمناطق العشوائية وتوفير مساكن حضرية علشان تحقق حياة أفضل للمواطنين. اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أشاد بالدور الكبير اللي بتقوم بيه وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، وده بالتزامن مع افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز إيتاي البارود والدلنجات والمحمودية بتكلفة إجمالية وصلت ل 6,480,000 جنيه. تم الإعلان عن نتيجة النسخة الأولى من مسابقة الأفضل للإبداع والابتكار الإعلامي للمنسقين الإعلاميين واللي بتدعمها وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، وحصل على المركز الأول مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، والمركز الثاني حققته مديرية الشباب والرياضة في محافظة البحيرة، وفي المركز الثالث فكان بالمناصفة ما بين القليوبية والمنيا.
اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أكد إن المديرية قامت بتحصين 278,189 رأس ماشية ما بين تحصين 140,132 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 138,057 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع.